شكراً شعار، يعطيك ألف عافية، شكراً لهالوقت اللي أعطيتينا إياه لنكون نحن وياك نتعرف على جديدك. نتمنى لك كل الخير، وإن شاء الله وين ما حللتي بحل معك النجاح والتوفيق. أول شيء بدي أشكرك كثير على هاي المقابلة، أنا متابعينك من كثير زمان. وكمان على شاشة الميادين أنا بدي أتشكرهم كثير، لأنه فعلاً شاشة كثير تهتم بالمستوى الثقافي وانا متابعة. الحمد لله هذا قرار من زمان. اي اكيد اكيد. الله يخليك. شكرا لك. رنين انا كنت عم بقول يعني اللي سميك رنين ما كان غلط ابدا. فجيتي كل ما له علاقة بما يرن يعني الذهب الصوت المرتب الجميل الثقافي كله متوفرين فيكي. بس خلينا نحكي بالبداية ونفوت دغري على يعني نفوت على العالي دغري. انت مسافرة الى باريس. صحيح. لحدث فني كبير. صحيح. فينا نقوله للناس انه كمان احنا ننبسط لك قد الدنيا. انت وجه لبناني له قيمة، وجه فني محترم طالع لا يعمل حدث فني باوروبا. صحيح. تفضلي. اول شيء بعد رجع كمان من كندا. كان عندي بفستيفال دو موند عرب حدثين كتير مهمين. اول ما كان بواحد تشرين الأول، تشرين الثاني، اسمه فلاش باك بيروت، إحياء لكل الحقبة اللي هي أواخر ال 1960 70 80. يعني كانت محطة مهمة كتير للفنانين بالعالم العربي وبالعالم كمان. زي محطة ذهبية. طبعاً أكيد أكيد، فكانت دائماً يعني بيروت بهذا الوقت. هلا هي ما زالت، بس كان بوقتها الأفلام المصرية تجي تتصور هون، وكانت عن جد محطة أنظار للكل. سقف فني، سقف فني. يعني حقبة كتير مهمة، فحبيت أنا هيك نعمل يعني نقول شكراً لو إنها بسيطة لهالمدينة اللي عطت وبعدها بتعطي بسخاء بالفن بكل شيء. يعني اللي سميها ست الدنيا ما غلط ابدا، ما غلط ابدا ابدا ابدا. نزار قباني الله يرحمه طبعا. وكمان عندي كان حدث ثاني بعشرة تشرين الثاني، كان احياء ذكرى وتكريم الست ورده الجزائريه. فكان حدث هذا برعايه وزاره الثقافه بالجزائر وبكندا بموريال بالذات بكيبيك، وكان حدث رائع جدا، وكان الجمهور يعني عن جد والله في محلات هيك قلت يعني بتقولي ورده بتقولي طبعا. انا كثير محظوظه اني انا قدرت غنيت بهذا الحدث، والحمد لله كانت الاصداء جميله والجمهور غنيتي لها من اغانيها. اكيد طبعا طبعا اكيد. وهلا بعد يومين عندي سفره على باريس. على باريس. رح يكون في عمل كثير 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 مهم، وهي محطه مهمه بالمسيره الفنيه، بمسرح كثير مهم اسمه باتاكلون. هذا من اهم مسارح باريس وفعلا باوروبا كمان من اقدمهم. كثير عريق هذا المسرح، وراح يكون تريبيوت لست فيروز حبيبه قلبي. هي ذكرى عيد ميلادها ب 22. صحيح صحيح. هذا السبب؟ يعني 24 شهر هو يعني مثل ما بيقولوا هيك وهيك. اوكي. يعني نحن طبعا فيروز والرحاب احتفاليه خاصه هذه ولا شو؟ كل الريبرتوار كله لست فيروز. لا لك انت بس؟ انا راح اكون بس بالحفل. بس لحالك؟ نعم. مين معك فرقه موسيقيه؟ الفرقه هي انسامبل، هن كانوا شباب اول شيء كونوا حالهم، كانوا فريق ما بتذكر قد ايه هن، بس انه اسمهم انسامبل مزيكا. وجايبين هلا اوركسترا كثير كبيره، تطوروا وصاروا اوركسترا كثير كبيره، في حوالي 25 30 عازف على كورال، وتوزيع موسيقي جديد، ويعني حدث كثير كبير. عم شو عامل ببرنامج انت؟ كثير اغاني تنويعها؟ طبعا اكيد، يعني ريبرتوار فيروز صراحه يعني محفوظ الالقاب صعب. انا وقت اللي قالوا لي انه في هذا الموضوع هذا الحدث وحابينك تكوني معنا وتشاركي معنا، قلت لهم بدكم تعطوني شهر لانه ريبرتوار صح طبعا. هذا ريبرتوار ست فيروز كثير كبير، ويعني مليان من اول ما بلشت لحد اخر اعمالها مع زياد، فحبينا يعني نلقي الضوء على كل الحقبات، المسرحيات، الافلام، الفتره اللي كانت مع زياد. عامل تنويعة يعني طبعا لازم ما في، وبرضه بتحس مقصر انه فيروز يعني الاف الاغاني وكلها محبوبة وكلها محفوظة وكلها أنا بحب أحلم غنية يعني. فحاولنا هيك نختار أشياء مش كتير ناس غنوها قبل، وأشياء طبعا ناس كتير بتعرفها. أنت كأنك بتغني على طريقتك لست فيروز، يعني أنا سمع لك كذا غنية بأكثر من برنامج.
بتغني طريقة رنين، يعني مش تقليد للست فيروز. ما حدا بيدري قلت لا، انه يعني في ناس بيروحوا ليقلدوا بفوتوا بالحيط، في ناس بيروحوا ليقلدوا ما بتزبط. ما بتزبط. ست فيروز إلها بصمتها وإلها، وهي مدرسة هي خصوصية ما توفر صراحة عن جد ببساطتها والسهولة اللي هي فيها، قديش هي صعبة عن جد. أنا دايما كنت هو السهل الممتنع زوجي كمان 100%. وبعدين كنت دايما أقول إنه اللي بده يغني لست فيروز أو ست أم كلثوم أو في ناس معينين كتير تميزوا، كان عندهم خط كتير متميز، صعب تقرب تغنيهم، بس هن على جمال هالاغاني وقد ما هن نحن مؤثرين فيهم. انا كل طفولتي يعني ما فيك ناس خلي بذهنها دائما يعني فيروز. يعني انا بغار من الريبرتوار اللي عندهم اياه، فبحس انه بحس هيك انه نستأذن منهم نستعين هالريبرتوار ونغني مجاميده، نغني بشخصيتنا اكيد بعد النضج الفني والنضج الموسيقي والمخزون الفني. الواحد بصير بيقول الاشياء على طريقته، في ناس بتحب يمكن ناس ما تحب، طبعا بس انه حلو الواحد يقدم نكهه جديده. طيب أنا سرنين، يعني نحن نعرف إنه بهذا الوسط مطلوب دائما من أي فنان إنه يطلع بشيء جديد لإله، يعني شيء بخصك أنت. صحيح. هل عم تشتغلي على يعني نمط أغاني، على سلسلة أغاني بتشبه رنين الشعار على طريقتها، بتحترم التراث، بتفوت مع العصري بطريقة معينة، يعني هاي الخصوصية اللي بيعرفها الواحد عن اللي بيحترم الفن. عم تشتغلي على هذا النمط، على يعني صورة من الصور؟ والله يعني هلا أنا كان عندي إنتاج خاص، يعني أنا عملته من شي سنة تقريبا، كانت أغنية اسمها حب ومضى، ولقيت صراحة يعني كان حب حقيقي ولا شو؟ هو أكيد حب حقيقي، ما في حب مش حقيقي، في حب بس بيخلص بالأخير. إيه مضى. فكانت ألحان محمود عيد، كلمات علي المولى، توزيع عمر صباغ، لا أغنية يعني حطينا فيها جهد كبير بالأداء. والشباب عم يشتغلوا منيح هلا كمان. إيه اسم الله. ثلاثة عم يشتغلوا. أيوة مزبوط. فكانت لا أغنية صراحة حبيت إنه يكون في، شوفها لا هي في مرات أغاني بتبقى بقول لك غنية هابطة، شو الغنية الهابطة؟ شو الغنية اللي بتبقى إلى مستوى؟ أنا برأيي ما في شيء اسمه فن راقي وفن مش راقي وفن ما بعرف شو، في ممكن غنية تكون كتير بسيطة وكلامها كتير سهل وكتير تحفظ الناس وتحبه، بس الأداء هو اللي بيرفع مرات، طريقة العزف، طريقة الأداء هي اللي بترفع مرات الأغنية، ومرات بتنزلها كيف يقول يعني مستوى بيكون مشكوك بعضه. ايه عم بيعكس الوالد يعني الأستاذ عبد الكريم الشعار حاضر بحياة رنين، بصورة رنين، بفن رنين، بالطريقة اللي عم تشتغلي فيها، هل هو بالسيستم تبعك ولا برا؟ هو مش برا ومش جوا، بس انه بالاخير يعني ما فيك بقى تسأله بكل التفاصيل، يعني في وجعة راس، في وجعة راس. وبعدين انه بالاخير يعني انا اخترت طريق والاجتهاداتي، طبعا بالاخير انا بنت هالبيت، واكيد مش صدفة انه انا خلقت بحب الموسيقى قبل ما اني احب اغني يعني. الموهبة اكيد تجي يعني بالوراثة تتواكب ربنا. ايه بس انه في شغف وفي حب للموسيقى، وانا من طفلي بحب اسمع كثير موسيقى. عملتي ديو معه للوضع ولا شو؟ ديو اغنية خاصة؟ لا بعد، بس انه بحسه مشروع بحب يصير يعني. طيب رنين ميلك للسينما، ميلك لمشاهدة الافلام، بحط ببالك انه احياء السينما الغنائية، انت بتعرفي انه بهالايام السينما الغنائية اوت زيرو، ما في حدا بالعربي. ما في، ما حدا عم يشتغل هذا الشغل. صحيح. هلا ربما لانه ما في ميزانيات عاليه لافلام غنائيه، ربما كمان انه في رعب عن معظم المغنيين والمطربين النجوم انه يعملوا افلام، في كثير ما بيحبوا يمثلوا، يعني بالزمانات وليد توفيق تجرأ وعمل افلام، هلا ما في حدا عم يتجرأ يعمل افلام، عرفتي؟ والله صراحة يعني كلهم، هاني شاكر، علي الحجار، عبد الحليم حافظ، لا عنه انسحبوا هذول، لا هاني عمل شيء قليل وانسحب. ايه بس علي ما عمل شيء غير غني. يعني كان عندهم تجارب. عمرو دياب كمان مثل. عمرو دياب اربع خمس افلام وانسحب، مظبوط. هو مش قصة انسحاب، ما بعرف انا يعني ما بعرف هن ليش وقفوا، او ام كلثوم عملت كم تجربة، بس بعتقد ام كلثوم بالتمثيل كانت شوي يعني ما كثير يعني. قولي والزمن كان مختلف كمان. صح صحيح. بس عندك رغبة تعملي سينما؟ لا انا بحب السينما، هي صناعه السينما انا بعشقها، يعني في افلام بحضرها اكثر من 9 10 12 13 مره بالسينما. اي والله ولا تسالهم بالسينمات كلهم بيعرفوني، يعني حتى مرات بفوتوني ببلش بقول خلص بتدفع يا بعد تكت، لو مش ظابطه
كثير بحب السينما. يعني كان في الفيلم بحب شغف يعني هذا نوع هذا هوايه مثل اي احد عنده هوايه ثانيه. بحب كل مره احضره بطريقه مختلفه. بحب اسمع الموسيقى التصويريه عندي كثير كمان شغف يا رب عم تحضري حالك لشيء على هذا السنة إن شاء الله. لا أنا كان عندي تجربة بفيلم لسن مع فيلم على طنجة عملت غنية الفيلم أي فيلم؟ لسن لسن عملت من الأفلام الحلوة طبعا أيوة طبعا وعملت الأغنية رسمية كتبتها ولحنتها وغنيتها غنية اسمها بغيامك يا حبيبي فبحب كثير صراحة وعندي نغم براسي يعني ومش غلط التجربة يعني شيء حبيب بمضى وشي بغيابك يا حبيبي كل الأحبة عندك مغادرين كل الأحبة اثنين اثنين وانت يا قلبي حبيبك فين أنا سؤالي هلا هيك وين حبيبك فين مخبى مخبى ها الهيئة ما في مشروع عليك مشروع شو لا لذيذ أحلى شيء الصبية بس هي عم تحكيها موضوع عاطفي وشوي بتقولي لعينتها إن شاء الله عن شو عم تحكي لا بغير. يعني قصدك الزواج أو الارتباط هيك قصدك وحيات الله يا جزء ما في داعي تحلف فنان عليك لا والله هو بتعرف الارتباط يعني بس يجي النصيب يعني أنا ما يضده من يعني ما يضد يعني ما يضد مش ساعي له بس ضده من يضد يعني ما تبري هلا الجو الفني أخذ الجو لا والله ما هيك ما مش بس هيك يعني ما بعرف لما يجي الشخص المناسب اللي هو راح يقدر يشاركني بتفاصيل حياتي على الأقل يستوعب الجو تبعك ويناسبني كمان أنا ناسبه يعني طبعا. أنا كمان عقلي شوي كل الفنانين لا مش قصة صعبة بس إنه يعني أنا شوي هيك متوقع أكثر من العلاقات عندي دائما ديماندز أكثر بحب الحب للآخر بحب الحب برافو للإكستريم برافو بحب العطاء للأخير ما بحب اللي ما بيعبر ما بحب يعني هو ما بحب الألعاب ما بحب الجيمز بدقل لي مردات وعشو أخبار ما لي مرات هلا هذه حركات من لذيذ صارت لا كلهم بيعملوا بعضهم لكن عندنا هلا باريس بإحياء جو لسيدي فيروز شو عندي مشروع ثاني كمان؟ كمان سفر؟ عندي كثير سفر عندي يعني حفلات حفلات أعراس وعندي إن شاء الله حدا لرأس السنة كمان بإذن الله وين رأس السنة رح تكون؟ يعني في عندنا كذا عرض صراحة بين قطر وبين هون وبين دبي بعد مش كثير أكيد واضح إنك عم ترتاحي أكثر بالغناء بالخارج مش عم برتاح هيدي اللي عم تجيني هيك هيك عم يحصل ظروف ظروف ايه بحياتك يعني انا كنت بتمنى هون يكون نشاطي اكثر صراحه كثير في ناس زي ما بيقولوا ليش انه كنت قبل ناشطه اكثر هون بس انه لقيت انه صعب الواحد يعني انا كنت دائما كنت عم بعمل برودكشن على طول انا يعني اللي عم بعمل انت صورت كليبات عملتي اكيد دفنتي يعني ما الهيئه بتلاحقيهم لأن عرضوا كثير عرضوا زيادة لا زيزة. شوف هلا قبل انا هذا يمكن بده دفع ما بعرف اذا هذا الصدق مش يمكن اكيد بده دفع اوكي معروفه هيدي يعني حتى اللي ما بيتعاطى بالشأن الاعلام لا انه بده دفع لينزلوا كثير وبعدين انا ما عندي بعد شركه انتاج يعني تهتم بظهوري الاعلامي او كان بوقتها بس هلا الحمد لله صار في اداره يعني عم تعرف كيف توجهني في اداره شغل كامل يعني اداره اعمال ايه برافو كمان مكتب اعلامي يعني واخيرا عملت طيب زلعان يعني عندي حالة كثير يعني زين عم ضلك مسافر انا عم اجيب مشاريع يعني انا اتمنى لك تكون رحله باريس رحله موفقه تسلم ونتمنى اكثر كمان نجاح لك سواء بكليبات سواء بمشاريع غنائيه جديده سواء بحفلات اهم شيء انه هالقد انت يعني طموحه لمحلات احسن اكيد فان شاء الله كندا فرنسا العالم العربي يكون الامور كلها ميسره